عندما يزور الحي الميت في المقبرة ووقوفه على قبره، هل يسمع الميت السلام؟ وهل يرد عليه؟ وهل يعرف الميت زائره من الأحياء؟ وما حكم تخصيص السلام بقبر معين بعد السلام على أهل المقبرة عموما؟ وما حكم تخصيص أيام للزيارة لزيارة المقابر والوقوف على بعض القبور؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، وفي رواية: وتزهد في الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: زوروا القبور من أجل أن نتذكر ونتعظ. فزيارة القبور مشروعة إذا كان القصد منها الاعتبار والاتعاظ والدعاء للميت، السلام عليه والدعاء له. أما كونه يسمع أو يعرف من يأتي إليه، هذا يحتاج إلى دليل، لأن هذه من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله. أما نحن فننفذ ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زيارة القبور للتذكر والاعتبار والدعاء للأموات، هذا هو المشروع. وأما وقت زيارة القبور فليس لها وقت محدد ولا يوم معين، فيزور المسلم القبور متى تيسر له في أي يوم من الأيام. أما تخصيص يوم للزيارة فهذا لا دليل عليه. نعم.